وصحفي وراسي مرفوع ماشي مبيوح، صحفي وراسي مرفوع ماشي مبيوح، صحفي حق مشروع والمخزن مالو مخدوع، صحفي حق مشروع والمخزن مالو مخدوع، صحفي حق مشروع والمخزن مالو مخدوع. ريسوني 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 عندك خاطرك مرتين على صدق يا الريسوني شوي عليكم اننا نعيش في الاستبداد والقهر. تحية لإيطاليا الصحافة الحرة اللي فيها مية لحظات. تحية لإيطاليا الصحافة الحرة اللي فيها. وقف بعدين شوفوا شوية سليمان كلمة لك خدتي تدير بلاتي 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 سليمان انا فيه صح 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 طويل 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 ها سليمان الرسول تاع عواد العديد من الصحفيين العديد من النخبه خلود سعدي الطوموبيل هاي هاي طوموبيلكم تحية لإيطاليا الصحافة النازية تقدم الضريبة من أجل الصحافة النازية شكرا للجميع حرية 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 Thank you.
المدونين اصحاب الراي اللي خرجوا اليوم بفضل العفو الملكي. دابا هذا القصر مع القصر كيمارس هو هذه الصلاحيات ديالو ديال العفو ما كيدخلش فيها هذه الاطارات الاخرى. عندوش هذا النقاش توقع، هذا هو النقاش. النقاش هو انا كينعفو باسم هاد الناس هادو ونقول لا انهم يلتحقوا بالاسره ديالهم ويلتحقوا بالاسره ديال الصحافه. شكرا شكرا لك. شكرا سي مراد.